السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا شغالين في البحث العلمي بنحتاج ان احنا ننظم الريفرنس والمراجع اللي احنا هنشتغل بيها. فدول ثلاث برامج وثلاث مواقع كويسين جدا في تنظيم الابحاث بتاعتك او المراجع بتاعتك، بحيث مثلا المراجع دي تبع البحث دوت والمراجع دي تبع البحث دوت وهكذا. فانت بتعمل سيرش وتبدأ ان انت تنظمهم، وتقدر تسطب البرنامج بيبقى البرنامج مستقل او داخل الوورد، عباره عن ادنس جوه برنامج الوورد، بحيث ان انت تلاقي المراجع بتاعتك منظمه. ففي اي وقت تقدر تشوف المراجع اللي انت مهتم بيها، يعني دي مثلا اكتر مراجع انا بستخدمها، فتلاقي تدوس عليها يبدا يجيب لك المعلومات الخاصه بيها، المقدمه، التاجز، الفايلز، اليو ار ال، كل المعلومات الخاصه بيها. البرنامج التاني جاب ريف، وهو شكله بسيط جدا ومنظم. تقدر تعمل مثلا فولدر خاص بيه، الابحاث الخاصه بالفضاء، الابحاث الخاصه بالاحياء، الحاجه الخاصه بالاموات، يعني تنظم الابحاث بتاعتك. وتقدر ان انت تشوف البحث هوت وده السنه بتاعته والكاتب بتاعها. تقدر ان انت تسطب الاداه وسهله جدا في الاستخدام. هسيب لكم الرابط بتاعه المراجع ديت والشروحات بتاعتها، وده برضو أداة سهلة جدا منظمة للمراجع والأبحاث. أتمنى تكون مفيدة بالنسبة لكم. المهم فيها إن أنت تضيفها كعبارة عن أدنس جوه محرك البحث، بحيث كل ما تلاقي حاجة تبدأ إن أنت ترتبهم، بحيث إن أنت تقدر ترجع لهم في أي لحظة.